اعتقد ان احنا عندنا معرفه ببراند البلاي ستيشن بما فيه الكفايه، ما بيعرفوش يعملوا هاردوير نضيف او اوريجينال. يعني كل الناس عارفه البلاي ستيشن بكل اجياله والعلاقه مع نينتندو وساجا، كل الناس عارفه البي اس بي وسوق العاب الموبايل اللي ضرب في جيله بس ما كانش هو اللي كسبان، كل الناس عارفه البي اس فيرا وازاي سوني هبدوا مع الجهاز لدرجه انهم اهملوه خالص. كل الكلام ده معروف، بس مش كله يعرف على التجارب اللي سوني عملوها في الماضي عشان يبقوا النسخه الشعبيه من المنتج اللي نازل من المنافس. ابسط مثال على كده الدول شاك، بس ده مثال معروف وقصته معروفه. تعالوا نروح حبه قدام ونرجع بالتاريخ لورا. وقت ما دريم كاست كان لسه منصه خارجه السوق، كانوا عاملين حاجه صغيره كده بديل الميموري كارد بيتحط فيها التحكم، ممكن يشتغل ميموري كارد وممكن يشتغل جهاز العاب محمول وله استخدامات تانية. ده كان اسمه VMU او Virtual Memory Unit. سوني يشوف الكلام ده ويسكتوا؟ لا، نعمل ايه؟ نقلد ساجا. اول ظهور لل VMU في السوق الياباني كان حوالي 5 اشهر قبل نزول المنصة الاساسية بتاعته، نوع منه دعاية ونوع منه عشان نشوف ايه التكنولوجيا الجديدة اللي دريم كاست هيوفرها لنا. اول دعاية للمنتج بتاع سوني نزل في نفس وقت خروج دريم كاست في اليابان، منافسة وكده، حركة من حركات اللي هتشوفوه عند المنافس هتلاقوه عندنا برضو. المنتج خرج في نهاية يناير 1999 تحت مسمى Pocket Station. ايه وظيفته؟ نفس وظيفة الـ VMU بالظبط، ميموري كارد بس ممكن يشتغل كجهاز ألعاب محمول باستخدام الداتا بتاعت اللعبة المحفوظة، وممكن الألعاب الصغيرة اللي في الداتا المحفوظة تضيف حاجات زيادة للعبة الأساسية. بينما الـ VMU كان متوفر جدا في السوق الياباني لما خرج مع المنصة بتاعته، الباكت ستيشن ما كملش يوم لنهاية الشهر واختفى من السوق. 60,000 وحدة من المنتج اختفت في أقل من أسبوع. البتاع ده طلع ترند؟ مش ممكن. سوني اتفاجئوا مبيعات الباكت ستيشن بشكل كبير جدا. الطلب للميموري الصغيرة دير كان عالي لدرجة إن سوني نفسهم ما كانوش قادرين يوفوا الطلب. 5 مليون اتعملوا بشكل رسمي واتباعوا كلهم في اليابان على الأقل بشكل رسمي. بس ليه البتاع ده ما خرجش من اليابان رسمي؟ الإجابة بسيطة، الطلب على المنتج عالي وسوني عندهم تاريخ كبير بعدم وفرة منتجاتهم لو عليها طلب واحيانا بيهبدوا في توفيره، وده حرفيا اللي حصل، مجرد فصل زيادة في سلسلة فشلهم في توفير الطلب. اعلنوا كذا مرة ان الباكت ستيشن هيخرج برا اليابان وتوفر في كل حتة، بس ما حصلش عشان كانوا بالكاد موفرين منتج للسوق بتاعهم بالعافية. لكن الباكت ستيشن ظهر برا اليابان في وقته ولو بقليل، كذا مرة ذكر اسمه من مجلات ودعاية وإعلام، وتذكرت ألعاب معينة بتدعمه زي Crash Bandicoot Warped, Harvest Moon, Grandia, Legend of Mana, Final Fantasy 8, Ridge Racer Type 4, Metal Gear Solid. ده غير طبعا الواجهة اللي سوني كان عايزين ينشروها بشكل رسمي، إنها الواجهة بتاعت البراند لعبة دوكوديمو إيشو. ده كان هيبقى الواجهة بتاعت البراند في 99. عايزكم بس تاخدوا وقتكم وتتقبلوا المعلومة. اعتقد ان كفايه معلومات لحد النهارده كده، واسيبكم تتاملوا في خفايا البلاي ستيشن اللي لسه هنطلع منها اكتر مع الوقت. شكرا للمتابعه، واسيبكم تكملوا يومكم. Peace.